أما بالنسبة لأخي اللي سائل عن صلاة الجمعة في الساحات العامة، نعم. هذه مسألة نعم عند علماء المالكية فيها تشدد واضح واحتياط كبير. علماء المالكية لا يرونها إلا في المسجد الذي بني بالبناء المعتاد كبناء أهل القرية التي تقيمه، يعني أو تبنيه للإقامة، مش براريك والله خيم والله أخصاص، يعني يمكن أن إذا خافوا تركوه، لابد أن يكون بناء. حتى قال الفقهاء يقاتلون من أجله، يقاتلون من أجله. لكن جمهور العلماء باقي الجمهور يرون جواز الصلاة في الساحة، أي دون المسجد. يعني المسألة هي تتعلق هل خارج المسجد أو داخل المسجد. علماء المالكية الصلاة والخطبة لابد أن تكون داخل المسجد المبني بالبناء المعتاد، هذا معروف وهذا فيه احتياط كبير جدا. لكن باقي المذاهب ترى بجواز أفضل في المسجد وترى بجوازها في غير المسجد. هذا خلاف كبير الآن يتعلق بقضية حتى في الصحراء وفي الحقول النفطية إلى غير ذلك. فأحيانا بعض المشايخ يرون في حارتة في نازلة من النوازل لاجتماع الناس يعني بعدد كبير يرون بقول الجمهور بجواز ذلك فيخطبون خطبة لهم ذلك. أنا